هلا اذا صار بروح لسكن بالبلد، مو احسن؟ لا يا، يعني بدنا نوفر ايجار بيت بنحطه مواصلات، لا هون احسن. ما بدي ايوه، انا لا بدي احط حالي تحت رحمه امي كمان. لك هون بنص الشام بتضلك قريب من شغلك، بعدين اذا طلعت على البلد بجوز بسنه ما تلاقي شغل. في شغل بالبلد بتسلى فيه بينما ادبر شغل ثاني، عندي هلا كم دلم بشتغل وبفلح مثل كل هالعالم. ارضنا بالبلد دور وبدي استصلح بالاول. بس استصلحها شو هالشغله يعني؟ لك افترض انك استصلحتها شو بدك تعمل فيها؟ بنصبها تفاح، بتعرف اللي عم ينصب ارض التفاح قديش عم بقص بالسنه؟ يا حبيبي تفاح، بتعرف انه التفاح بده 7 سنين ليثمر؟ شو بدنا نعمل نحن بهالوقت نقعد بلا اكل لبين ما يبشر التفاح؟ اخ يا نزيل، المشكله اني طول عمري شايف حالي على امك، ما بدي امسكها رقبتي. خرجها غني وتصور لو خلت حتي رمت عينك وشاشو. تصور تصور. مرحبا. اهلين اهلين. فوتوا. غريب لاقي في شناتي بالنص. مرتاحين ان شاء الله ما نكون جينا بوقت غير مناسب. شو شايف المراجعين عندي صافين بالدور؟ انا اوقاتي كلها مناسبه، المهم الضيف يكون مناسب. ماما هالمره نحن مو جايين ضيوف، جايين على طول. ليش على طول؟ شو بعتوا بيتكم؟ اجرناه مفروش. بعلمي رواتبكم مكفيتكم، ليش تأجروا؟ مرت عمي انا استقلت. لا يا، وليش استقلت؟ بعلمي زاحل عقلك برئاسة الألم، شي فوق وشي تحت، شي تحت وشي فوق. عمرك شو حيط؟ قل لي ليش؟ لأنه مستوطين حيطي يا مرت عمي. ليش شو عملوا معه؟ طار المدير، مين لازم يحطه محله؟ شو بيعرفني أنا؟ الوزير آخر فترة بطل يشاورني، كمان مستوطي حيطي. لازم يحطوني محله مرت عمي. ومين حطه؟ موظف من موظفينه لنديم، ما بيفهم الخمسة من الطمسة. تجاوزوني يا مرت عمي، مثل كأني ماني موجود، رغم الخبرة والقدم والموهبة النادرة اللي معروفة عني. وليش نطوا من فوقك وحطوا هداك ما عرفه؟ يعني غير تخلينا نحكي بالسياسة مرت عمي. طبعا واسطة. شو ليش راجع بكي؟ راجع على طول، كبولي مي باردة. ليش كبولك مي باردة؟ الظاهر راح من عندك شي. لا بس المهندس اللي مستلم المشروع جاب اخو مرته بدالي. لك حتى الحارس الليلي بده واسطة؟ لك العمال هلك الهوا. لكن يا حبيبتي يا فيفو لسه لقدام شوي. ها النفس، اذا بدك تستنشقي يعني تتنفسي بدك تعملي واسطة والخير لقدام. لا تزعلوا مني، يومين ثلاثة أهلا وسهلا فيكم، أكتر من هيك ما بقدر. حاتم طي مو من زمرة الدم شيتي. ماما ليش هيك عندك أنت خيار وفقوس؟ ميسون وهيفاء بناتك وأنا لا، حسبيني وحدة مثلي مثلهم. هيفاء وميسون عم يدفعوا آجار، مو ساكنين ببلاش عندي. ونحن كمان مو ببلاش مرت عمي، ما بدنا نقعد على عليكي نحن، لأنه أنت مرة مقطوعة مرت عمي. إيه ماشي، إذا هيك ما عندي مانع، فكرتكم جايين ضيوف أنا. لي سمعتوا شيء؟ ايه انا سمعت كانه شيء دج وقع على الارض. لك الف مره قلت لهم ونبهت عليهم، ركبوا منخول من برا ما كانوا يقبلوا. منين متعلمين البخل ما كنت اعرف. شو بدك تعملي مرت عمي؟ رايحه اشوف بركي حرامي. ماما تعي شو تشوفي؟ نديم بيشوف نديم رجال. قوم قوم خليك قاعد انا ارجل منك. الأكل تهريب. ريت صحتين وأنا. شو طلع في ماما؟ تمشتي الحرامي؟ ما في شيء، أكيد أنتم مو متعشين. ما إيه لساتنا بلا عشاء من حرقة قلبي يا مرت عمي، نفسي مسدودة. فوتوا لعشيكم، خلي نفسك مسدودة بس كلك لقمة مشان ما تموت من الجوع. روحوا روحوا يلا. شايف لك حجاج ما راح على الشغل اليوم؟ لا
لك بده يبهدلني قدام المهندس ايمن، لك بست ايده حتى يعينه. فوت فوت انقعوا شي بهدلة تسوى حياته، هذا بده يضل ياكل هوا هيك ولا بده يسود لنا وشنا؟ فوت انقعوا بهدلة تعال. ما بحب بالجبنة لك فيفو افتحي افتحي اوان فيفو فيفو لك ليش ما بتفتحي انت؟ هي حتى عواطلي. اهلا وسهلا. مرحبا. يا ميت هلا. اهلا وسهلا. لك شو عطيت؟ ما بتركز لك بشغلة؟ لك بهدلتنا قدام الكل. عيط شبك شي مره شفتني بطلت لحالي. شو عملت حتى بطلوك؟ ما عملت شي بس انا حياتي واطي، رحت على الشغل لقيتهم حاطين واحد بدالي. هيك صلبطه؟ ما عجبته المهندس المشروع، قال عم نام بالمناوبه، مع انه ولا مره اجى عمل علي كبسه. رحت لعند المهندس ايمن؟ رحت لعند المهندس ايمن، عملت كل المطلوب مني. شو قال لك؟ قلب خلقته مثل قفل كيله وقال لي انا ما عندي استعداد انزع علاقتي بمهندس المشروع كرمال عيونك. ماشي انا بكره بحكي لك معه، يلا ميسوم مشي. الشاي على النار، اشربوا شاي. شو ميسون؟ نشرب شاي؟ لا ترد الكريم عن كرمه، نشرب. ما بيبردوا بينا من نشرب الشاي؟ سخنه. شو هو؟ شغلة ما بتخصك. بس النور حاودة عشا. شو فروش اليوم كأنه؟ في عنا مناسبة نديم ونزيها. الله يكتر من هالمناسبات هي. كل يوم في فروش، بكرة مثل هالوقت تعا ها. لا ماما ما بدنا كمان بكره فروز، ما بدنا نخرب بيتك بالاكل نحنا. ما فيها خربان بيت القصه، يوم على حسابكم يوم على حسابي، بكره العشاء عليكم. امك قاعده بالمطبخ، تعالي خليها تشوفنا. شو تفقد يعني؟ لك خليها تشوفنا عم توضح بايدينا، هلا بتلحقنا على الغرفه مشان نشوف اذا جبنا شيء ولا لا. تعالي تعالي امشي. بديات يا مرت عمي. ها عديلي وحرموا عنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. سوري حماتك ما بتطيقك، اجيت متاخر. امي المحبه بالقلوب مو بالبطون. كنا عزمناكم بس ما بينعزم على العظام الا الكلاب. شو مناسبة هلول من الفخر عديل؟ شو ترفعت؟ لا والله عديل، قدمت استقالتي. مشان شو استقلت؟ اخي بصراحه طقيت، طلعت اخلاقي قدحت من استقالتي. ميسود امشي، الله بيبرد. من فخنه. شو هاد اللي بده يبرد؟ شغله شغله، ايه كفينا كفينا عديل. طار المدير عديل، مين لازم يحطه محله؟ رئيس القلم. شفتي مرت عمي الشغله واضحه؟ طبعا لانه كله عين طه. ايه بس هالمره مو عين طه، عين واو، من فوق الحيط نطوا علينا نديم. ايه ما صار شيء، انا قدمت لهم استقالتي، بس لشوف شو راح يقدروا يعملوا من غيري بالمديريه، اذا ما وقفت المديريه بقص ايدي. نحن على انزلكم شوي انا وميسوم، فايتين غير اوعينا، بينما تكونوا انتم كمان غسلتوا ايديكم. خليكم لحط لكم حواضر تتعشوا، شو رايكم؟ ماما هلا كنا عن جماعه ذبحونا من كتر الاكل بالبول، شو جاي على بالك؟ انا متسطح من الاكل، يلا مشي ميسوم مشي، على انزلكم. ما قلت لنا ليش طيروا هذا المدير؟ طيروه والسلام، شو بدنا نحن؟ لك شو سر الشغله؟ مو سر، بس كل ما الواحد عرف اقل كل ما وجعه راسه اقل. لك يا اخي فهمنا بس يعني شو عامل شو عامل؟ يا صهري غير تخلينا نحكي بالسياسه، مدري مين سفقوا تقرير انه بيتبرطل. ايه علينا لمشان هاي فكرنا عامل شي شغله. وهذا الجديد بيتبرطل ولا ما بيتبرطل؟ اسئلتك احيانا بتضحك مرت عمي. ها شو بقى اسئلتي؟ كمان غير تخلينا نحكي بالسياسه، طبعا بيتبرطل، في مدير بهالايام ما بيتبرطل. لك حال وصلت لايدك. شو قصدك مرت عمي؟ سفقوا تقرير. انا؟ ايه انت شو ناقصك انت؟ لا يا مرت عمي، شو بدك الناس تقول عني فساد؟ ما حدا بيقول عنك شيء. شو نزيهة؟ شو نزيهة؟ انت رجال انت قرر. افترضي حالك رجال، شو بتقرري؟ كيف يعني بدي افترض حالي رجال؟ الله خلقني ست وحرمة ونعومة. شلون يعني بدي افترض حالي رجال؟ لك يعني يا نزيهة شو بتشوري علي؟ ما بشور انا، عقلك براسك تعرف خلاصة. فعلا انك حيواني. لك انت سايري بكلمه شجعي لي له عفاري معلك نديم، مالك شايفتي مثل اللي بدها تتغندر ومستحيل. نديم؟ نعم. قرر وانا معك باللي بتتخذه من قرارات. مين بده يكون ياخذه يعني؟ مين بده يكون ياخذه؟ لك هي العظام مشروع بالمطبخ، عظام فروجي، فروجي انا. يا حبيبي بركي حدا مد ايده من الشباك واخذه، نحن ما سكرنا الشباك منيح. ميسون ايدي على راسك، ايدي على راسك، اذا قالوا لك انه انا وزني 50 كيلو، واذا قالوا لك انه السم طلعت على الارض بتصدقي؟ بصدق، كل شيء بالعالم بصير. واذا قالوا لك انه امك اشترت فروج؟ ما بصدق، انت مو غريبه بينحكى قدامك. شو عم تقولي معناها؟
وهلا مش بيطلع على شي مكان تعشى برا. ونديم ونسيها وعدناهم نسهر معهم. ايه بنعتذر منهم لاحقا، لك انا عصافير بطني عم بزقزق سيمفونيت، انا جوعان، انا جوعان. طيب معك مصاري زياده؟ لك معي بدي اكل خلصتني يلا. من الشباك؟ من الشباك تبعي. بصير معي شغلات، خايف تتمسخري اذا قلت لك. لا ما راح اتمسخر، قلي. كل ما حطيت القلم على الورقه مثل كاني عم بكبس على الزر. زر ايش؟ زر التلفزيون. كل ما دقرت ريشه القلم بالورقه عم يطلع المدير على الشاشه مكشر عن اسنانه وعم يبزك. شاشه ايش؟ الورقه عم تقلب مثل شاشه التلفزيون. تغدى فيه قبل ما يتعشى فيك. شو قصدك؟ بذوق قبل ما يبذوق، يعني خلي زمام المبادرة بإيديك. هلا بجرب. بفو عليك يا حقير يا واطي يا مرتشي. شلون؟ مثل كأنه سامع شو عم نحكي. ماستر جاي يطلع هالمرة. يلا لكن ما رح أطلع. طوب أنت. إلى من يهم الأمر. جيبي لبني ودعبي ليلي، دعبولي كبتولي يا دعبل دعبلي كبتلي. جيبي لبني ودعبي ليلي، دعبولي انت الاطراميز، دعبولي يا دعبولي يا دعبولي. عشوائي لك تروح دعبل. يا الهي قوم روح دور على شغل. لك وين بدي روح دور على شغل؟ ما شفتي شو قال لي نبي؟ بده يحكي لي مع المهندس ايمن. لك قوم روح يا عند نبي شوف شو صار معه. لا لا ما بدي زد حالي عليه، لازم يفهم انه هو بحاجه الي مو انا بحاجه له. ايه بس حبيبي انت اللي بحاجه له مو هو اللي بحاجه لك. ايه بس حبيبتي انا ما بدي اكسر نفسي له، لازم يفهم انه هو اللي بحاجتي مو انا اللي بحاجته، انا نفسي عزيزه كثير علي. عجبه حبيبي لا تزعل مني، انت واحد تنبل. انا تنبل؟ لا لا، هي الكلمه كنت متوقع كل الناس يقولوها، بس منك انت لا. عمرينك ما تشتغل، خليك قاعد مبسط هون، اصلا انا شو فارقه معي؟ بدي روح اكل عند امي. تعي تعي اقول لك حبيبتي على سيره امك، خلينا نروح ناكل سوا انا وياكي عند شي دعبولتين لبن، صارن زمان ما جابرناها. انا بروح يا حالي، انت خليك هون. ايه ما بدي اشوف نبيل مشان الشغل. اي قوم روح شوفه، انا بكنس البيت وبلحقك يلا قوام. خلي بالك من زوزو 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 كونوزو. ايوه حاضر. خف رجلك انت اياها، اجت الشرطه. اي مرحبا مرت عمي. لك اهلين بعجي حبيب قلبي. شو لطيف كانك عايش بقلبي انت هلا. ها كنت عم فكر روح دق الباب عليك. خير مرت عمي في شيء؟ رح اقول لك الك ولا للديب مشان ما تعمل لي من بدايتها افلام. الك ولا للديب؟ خسى الديب مرت عمي. بدك تمسح لي ارض ديار كلياتها، ما بعرف ليش ظهري عم يوجعني. هاتي الممسحه هلا. انا قصدتك مشان تقول لي روحي جيبي وهاتي. روح جيبها. ايه بجيبها. تعمل لي لبني يا حبيبي، خليني احبك يا حبيبي. ايوه دعبي لي هيك. دعبي لي هيك. ايوه دعبي لي لبنك. مرت عمي رح امسح لك ارض ديار، رح خلي لك اياها مثل النفجه، بدي الارض تمري عليها. حبيب قلبي رح تعي صهري. طمني شو صار معك؟ ما صار معي شيء، ما صار معي شيء. روح. مرت عمي شو؟ حدا بيجيب الدب لكرمه. يعني شو صاير معه؟ شو بيعرفني يضرب بمنظره؟
مرحبا عشاش. مرحبا امي. اهلين حبيبتي. نديم اجا؟ اجا بطيخ. ليش هيك عم تحكي عليه للزلمه؟ من اول ما اجا قالب خلقته وكانه اكلين مال اللي نفضه نحنا. بكون معصب من شي شغله، هلا بشوف انا شبه. اي روحي. ما تحمي شبه. شو بعرفني؟ يضربوا اثنين بمنظره. انت بتنسى حدا؟ نديم. نديم. نديم لعبت لي قلبي، شو في يحكي؟ ما في شي. هدي اعصابك وفهمني، شو صاير؟ شو بدي افهمك يا نزيهة؟ من لما سلمت هالتقرير حسيت صابتني البردية وزخني العرق. بالشارع حسيت كل الناس عم تطلع فيني، وبالمديرية من أول ما فتت الموظفين مثل كأنهم كلياتهم عرفاني. بلا حكي فاضي، منين بدهم يعرفوه؟ ما بعرف، بس كل ما واحد يطلع فيني أحسه بدي يبزك. فشروا بنص عينه، أنت رفعت تقرير بواحد عم يتبرطل مو بواحد شريف. لك هذا برطيل، هذا برطيل. صفت حلاوة ولا جبنة حمصية ولا كيلو شنجليش بيجيبوا له اياهم بيستحيل يرجعهم، هذا برطيل. بس انت قلت تبرطل. لك ايه، مره تبرطل قدامي لانه واثق فيني، بس انا طعنته بالظهر. مره واحده قدامك، الله اعلم من قفى ظهرك كم مره. بصراحه نزيهه، انا مو بس شغله البرطيل اللي عملت لي مشكله. شغله ايش لكمت؟ نديم، شغلت لي بالي. شو في؟ انا بهرت التقرير، ما خليت نوح مشان ما يوقف على رجليه مرة ثانية بحياته. بهارات ايش حطيت؟ رشيت عليه من جميعه، احتمال دغري يحطوه بالحبس. قوم اسحب التقرير بسرعة. قوم. وين بدي اقوم؟ بلكي وصل للشخص المختص. ايه بتقول الحقيقة وبتعتذر. وبلكي بهدلوني. ايه بهدلوك؟ احسن ما يبتلي واحد بريء ما له علاقة بكل القصة. ايه انتي الحق عليكي، ما كان لازم تشجعيني على كتابة التقرير، كان لازم توقفي ضدي. أنا؟ انت اللي حكيت من الاول انه الرجال حقير وواطي وعم يتبرطل، قلت لحالي خرجوا الله لا يقيمه. رجاله ورا، رجاله ورا، رجاله ورا، رجاله ورا. يا عليك شو مهضوم، مساح مساح. روح دعبه لشوف فالح، شفت نبيل؟ ليش انا لحقت شوفه؟ من وقت ما اجيت خسر ديب وخسر ديب. امي رجعنا بيه. شو بدك من نبيل؟ على اساس بده يحكي مشان الشغل يعجاج. من البوابه ما فات، احتمالها كبير انه يكون بغرفته. دقي عليه. مرت عمي شلون بده يكون بغرفته اذا من البوابه ما فات؟ لما بيكون المقوص جايب اكل بيختصر الطريق وبيسلط من الشباك. ايوه عمي، مرن التليفون. بعت له، قلت له لا بكل ولا بمل. بتعرفي مرت عمي، انا اول مره بسمع التليفون عم يرن. مو عاملينه للطرشان انا. ما دعبلتي دعبل ودعبل بالخيال. ايه ساكن هون، بس هو مو هون، راح مشوار هو ومرته. دخلك انت صارت هالشغله. تكرم عينك، بس يرجع بخبره. انا ما بتعرف ليش شالو. لك شو صار معاه؟ ما في حدا، مدري ما حدا عم يرن. ما بعرف. مرحبا عادل. اهلين. هيك يا منظور، هيك بتصير جارنا وما تخبرنا؟ لك شو هيك؟ ما كنا عرفانين اصلا انه امي رح توافق انه نضل هون ولا ما رح توافق. اكنتوا اجلوها يا الصبح، ضروري تجوا بنص الليل. ما قدرنا ناجلها للصبح لانه صح لنا واحد ياخذ الشقه مفروشه بسعر منيح، بنقول له لا. معلش انا مستعجل شوي، عنزمكم. وين يا نديم؟ رايح اسحب اللي بعلمك منه. لا تسحب شيء، تعا هات الحلوان. حلوان؟ المسألة فيها حلوان مرت عمي؟ ايه شو علي حلوان؟ ايه حلوان؟ لا بعيونك مرت عمي، معي 100 ليرة، ما معي غيرها. منيح؟ منيحة، ما رح نختلف، بالرغم انه بتستاهل أكثر من هيك. مبروك سوري صرت مدير. أنا صرت مدير مرت عمي؟ مين قال لك؟ هلا اتصل فيني واحد اسمه عباس. ايه عباس موظف عندي بالقلم، شو بده؟ خبرني انك صرت مدير. هيك قال لك؟ نديم صار مدير؟ لك لا، بس الشيء اسمه اخذ مفعوله، خبرني انه طار المدير. نفس الشيء مرت عمي، نفس الشيء يا نزيهة، نفس الشيء يا جماعة، ما في موظف بالمديرية أكفأ مني. هالمرة ما في غيري. قومي قومي فيفو، قومي قومي، خلينا نلبس أواعينا. لا شوفي عجوة. نديم عديل عازمنا مناسبة ترفيع. مو ليرفعوه بالأول، لسا ما طلع قرار تعيينه.
ما في مشكلة، ما في مشكلة يا جماعة، مثل كأنه طلع، شرفوا تفضلوا. ساعد هون، وبطلت تسحبوا للشو اسمه؟ خلص ما عاد اسحبوا، فات الأوان، إذا هلا سحبته لا المدير بيرجع ولا أنا بترفع، اللي صار صار. لك بركي حولوا على التحقيق؟ ما راح يلاقوا ولا دليل ضده، راح يطلع براءة. وبركي إجوا لعندك وأخذوك بداله؟ أنا ماني متهمه بشكل واضح وصريح، كاتب بالتقرير تدور أقاويل. لك لفونا الموضوع بقى، وين عازمنا صهري؟ على الربوه مرت عمي. قديش بدك تحط بالربوه؟ انا عامل حسابي على الترفيع بس اصير فوق 1500 ليره. هات 1000 وخلي ال 500، انا عازمتكم بهالمناسبه. نحن مو رايحين مشان اكل، رايحين مشان شمه الهواء. يكا يكا والهواء، ليش هون ما في هواء؟ روح 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 معه انت عديل نديم، سقي كاسه شاي لبين ما انا جهز الغداء انا وهالصبايا الامامير. ما بدك شيء من الدكان امي؟ لك ما بدي شيء، ما بدي شيء، كل شيء الحمد لله عنا موجود، شو بدنا نذبح ذبيحة نحن؟ اروح ولا؟ يلا يلا حبيبي. مرحبا شباب. اهلين نبيل عديل. دخيلك ما تاخذني بنعم، وعدتك اني ارجع بس وقت شفت حالي تعبان شوي قمت نمت. ايه وانا كنت تعبان، العتب مرفوع، ما في مشكلة عديل. عديل؟ حكيت لنا مع المهندس ايمن؟ حكيت لك، وين رايحين انتوا هلا؟ فايتين لعندي، تفضل. لك انا فوت بدل اوعيه وبرجع لكم. ماشي ماشي. تفضل عديل نديل. الله يزيد فضلك يا عديل. عديل مشان ايش نبيل بده يحكي مع المهندس ايمن؟ مشان يرجعني حارس ليلي. ايوه قديش الراتب؟ 3800 ليره. ما بدك مني تزبله، انا راح احطك شوفير الخاص بالمديريه. لاني ما بعرف اسوق. هو قديش الراتب؟ نفس الشيء عديل، 3800 ليره، بس انا راح اجيب لك قدهن على مرتين اضافي واذنات سفر، ولا يهمك. اذا هيك ظريفه على اللي لما بترك مرتي لحالها هون بالليل راح اعمل لك براد شاي. يا اخي انا اسوأ شغله شفتها بحياتي هي الحارس الليلي، بيحرس رزق غيره وتارك رزقه فلتان. مو فلتان، رزقنا مو فلتان، في ثقة متبادلة بيننا وبين رزقنا. غير موضوع، ما بدنا محاضرات. شطحش. تفضل. والله قبل ما تسألني حكيت لك مع المهندس أيمن وأمحى. وافق يعني؟ على شرط. شو هو؟ مهندس المشروق أنا عرفت ليش حاقد عليك. سيدي يحقد لحتى يشبع عليه وعلى المشروع، أصلاً أنا بطلت ما عاد بدي أشتغل. لك لك. امي بدك تاخدي من نديم الالف ليره مشان تساوي لنا كشك؟ ليش شبه الكشك؟ ما في منه الكشك، بس امير الكواع والركب الكشك، لولا الكشك كان شعبنا المكافح والمناضل مات من الجوع ايام السفر برلي. ولا ما اختلفنا، نحن بنحبه للكشك، كل يوم عم ناكل كشك. بس يعني تحديدا اليوم بهي المناسبة شايف حاله الرجال قده ودلقه انه مترفع وصاير مدير. امي حرام، خلينا نجيب له دجاجة او قول لك وقيت لحمة. امي لا لا، اللحم بيعمل اسيد اريك. شو هاد امي؟ اسيد اريك. لا لا اجا هيك بلاها، مثل ما بدك حبيبتي امي. لك تقبريني انتي اسكى كل شقيقاتك. رسيب لك. شو هذا مرت عمي؟ شايف ولا فربة لحمة بكل الطبخة؟ اي انا اصدق محاطة بالاكل لحم مشان ما تفسد اخلاقك. ليش امي بني ادم تتفسد اخلاقه على اللحمة؟ اذا مو متعود ايه بدوق الشغلة بتعجبه ببطل يعيش بلاها. ايه بصير مشتري شو هالشغلة يعني؟ مو قدرته، بصير بده يمد ايده مشان ياكل. ما راح يمد ايده، راتبه بكفيه وبزيد. راتب ايه؟ عجاز كمل الشهر بشي شغلة، لا عيني لسوق. هالمرة ما راح يطلع إلا على التقاعد، شوفيري عينته. إيه بلا يطلع تعينك بالأول. ما في خيارات قدام السيد الوزير، أنا المرشح الوحيد هالمرة لمنصب المدير، ما في حدا غيري. معلمي المناسبة دعبت لك غنية وراح غني لك إياها بعد الغداء. إيه أنت لحقت، لسه القرار سخن ما لحق يبرد. لك أنا شو بتكره بقول لك شو على المناسبات، شو على المناسبات بكرهها أنا. Así
عزيمة أنا ماذا خدي زبادة عزيمة نديم شو صار لك؟ حسيب المدير كان عم يطلع من هون من الشباك كان بده يخنقني من زمارتي يا نزيهة لك حسيب بالحبس هلا شو جابه لهون؟ شفته بعيني يا نزيهة شفته بعيني لما فات الضباب من برا وعمل لي وانا عملت له دخلك يا حسيب زمارتي يا حسيب فإني ضباب وين الضباب؟ ما في شيء يمكن منام شايف انت بجوز منام بجوز حلم لله فيقت العالم بنص الليالي بكفي ساكتة امي عليك فوت قدامي فيقتنا الأحلى نومة اللي صار تصبح على خير تصبح على خير قرد هربان من حديقة الحيوانات بدومها أنا مو قرد أنا حسيب اللي حرقت له مستقبله شو بدك مني؟ ليش جيت لهون؟ جاي ضيع مستقبلك مثل ما ضيعت مستقبلي جاي خنعك حسيب بحطوك بالحبس انت جنين أنا هيك بالحبس خلت حسيب أوس ها أنا ما بيخرق فيني الرصاص شوفي صار لي ساعة عم يخنقني مين؟ هلا حتى فكت حضرتك مين عم يخنقك حسيب اعملي حالك ما شفتيه كمان لك مين حسيب هذا كابوس لك شو كابوس فضيت المسدس براسه ما مات فضيت نعم الله يثبت علينا العائل والدين من عند على بكرة الصبح ألو نعم ايه ساكن هون شو بدك منه لا مو هون هو اخذ مرته مشواري فسحها شو بدك بقول له تكرم عينك مع السلامه هاي قلبي دق دق في ناس بتحب تاكل كل حاجه مع انها مش محتاجه وناس تحفر وتحشي وناس تكتب وتمشي يا هاي يا هاي يا هاي في ناس ما أحوالك أعجب وأغرب من الحمار له يا نزيهة إلي الحكي له يا نديم إلك الحكي صباح الخير صباح النور ندومتي شو رأيك نقسم شقفة من الكنافة ونشرب مع القهوة؟ طيب الحلو مع القهوة ما بدي أخذها مكسومة عالشغل إيه بدك تصمدها أنت مثل العروس ما بدك تروح لهونيك وتفتحها إيه بس ما بدي أخذها ناقصة لك يا نزيهة أنت بتعرفي قديش بدهم يجوا ناس يهنوني اليوم سيك صغري شو هاي مرت عمي؟ نص حلوان شيت مبارح الخسارة عن نص مو؟ خسارة إيش؟ ليش صاير شي؟ في غيره عباس شو بو عباس؟ هلأ اتصل وقال عينوه مدير هاي الحقارة هاي نزيهة أعطيني ورقة وقلم لشوف شو بدك تعمل؟ شو بدي أعمل؟ بدي أقدم استقالتي حاجة مستوطين حيطي خلاص بدي فهمهم إن المديرية بلاي ما بتسوى فرنك سهري أنت ليش عقلك صغير؟ مثل ما خلصت من حسيب خلص من عباس أسفقوا تقرير يعني؟ إيه شباك دغري على الاستقالة بس هذا عباس حقير لا بيتبرطل ولا بياخذ هدايا يعني لموظف ما في غير هالتوك دور بحبش الا ما تلاقي لك ايد تاني عم توجعه معك حق نزيهة هاتي ورقه وقلم شو بدك تتهمه
مو تهمة، واقع مثبت. شو هالواقع المثبت بقى؟ بزمانه عباس حط عندي صورة هو وحده خباها مشان ما تشوفها مرته. شو هالوحدة هاي؟ حاببها على مرته. نديم عيب، شو هالحكي؟ هي شغلات شخصية وما إلها علاقة بالوظيفة أبدا. إلها علاقة، إلها مين قال لك ما إلها؟ شو إلها علاقة؟ عباس متجوز بنت مدير شؤون الموظفين بالوزارة وهو اللي حطه مدير، بس يعرف إنه حابب على بنته مو بس بشيله. شو بيعمل كمان؟ ببهر التقرير فلفل حد وبيوصله للجهات الأعلى فوق. سؤال مفلك سوق بكرة الدنيا تروق، سوق سؤال مفلك سوق سوق دع باللي لساتك هون؟ لسه ما طلع. أدق على شو دق عليه؟ بتعرفي انتي المدراء بيناموا وبيغطوا بالنومة، بقى ما أنا ما بدي إزعجه. أي كان فوت افطار بس يطلع هو بيدق عليه. لا بدك المدير يدق على شوفيره ومو حلو من أول يوم إزعجه. أستفل يا كان، أنا فاتة أفطر يا حالي. أنا بفطر لحالي بالشغل، لبن مو مدعبة. أخر دعب اللي صباح الخير عجاج. صباح النور. أهلا اليوم مهندس أيمن بيمروا لعندي. شو له؟ لك روح يا قلعه يضرب هو شغله. ما قلت لك ما بدي اشتغل عنده؟ حارس ليلي وعبد. لك الله حارس ليلي عبد، شوفير المدير مو عبد يعني؟ شوفير المدير مدير، كلياتهم بيمرقوا بيضربوا له تحية. وين عجاج؟ لعط يدبر الشغل بلوفا، لعط يدبر الشغل بلوفا. عمى شو صار؟ شو في؟ خلاص شو أنا عم بكتب رسالة دكتوراه يعني؟ لمين بدك تبعتها؟ إلى من يهمه الأمر، دائرة شؤون الموظفين. صينية الكنافة ما حد يدقرها، خليها لتتعين. بتخم من هون لتتعين؟ ما بتخم، بكرة أنا المدير. مقعد عباس ما راح يدفى يا نزيهة. أمي هي مو مزبوطة منه، الرجال مأمنه. هلا إذا واحد أمن عندك شغلة مسروقة بتحفظي الأمانة؟ إيه بس هي مو شغلة مسروقة، ممكن كل واحد يحب على مرته. بتصي يعني انت بتحب علي؟ عفورة انا بيني وبينك في حب كبير، شبكي يا عفورة. بعدين انت احلى من النسوان كلياتهم، بس عباس في احتمال كتير هو ومرته مو متفاهم. ايه غلط، الرجال ما لازم يحب على مرته. جوز اختك رح تطق مرارته من كتر مو مستوطين حياته، كمان هي مو مزبوطة. نديم مو خرج يكون مدير، لو كان خرج يكون مدير ما كانوا نطوا من فوقه. وانت شو قاعدة ما تعملها؟ قوم روح على الشغل، ما حدا عينك مستشار للوزير لتقول هذا خرج مدير وهذا مو خرج مدير. إن لك المحافظ عامل جولة اليوم، يعني التموين مثل الدبابير بالسوق، بلا ما يدحونا شي مخالفة يحرقونا الاشطمان تبعنا. مو حكيت كلمة حق عمو ما رح تسمعك. وانتي ما تقومي تروحي على الشغل؟ أنا مبارح كنت مناوبة، اليوم دوامي بعد الظهر. وجع؟ ما قلت اف على الحالتين وجع. مايا مايا زد ولا مايا نملة صحبايا ولا شيء بيحلالو قللو هدع مصقر. شو؟ نرى بستنى مع المار؟ أهلين أبي العديل. لا عم بستناك إلك. خير شو في؟ بدياك تحكي لي مع المهندس أيمن، هذا عديلك طلع لا مدير ولا شيء، شغلته كلها فاشوش. اي مو فشار، انا الصبح قلت لك ما كنت قبل. الصبح كنت برايي وهلا صرت برايي. يا اخي بتعرفني انا سويعاتي، هي عندك تحملني. شوفوا لعجاج، المهندس ايمن مو لعبه، انا الصبح قلت له انك ما بدك. في مشروع بالصحراء ما حدا عم يقبل يروح عليه، قل له انا بقبل. طب بحكي لك ما بس علي الجيري، علي الحلال، اذا بتغير رايك شقك شوفتي. لا خلص ما بعيدة، تربيت هالمره واخذ درس. بتعرف شو مشكلتك على كيف عجاج؟ تعرف شو؟ إنك دائما بتاخذ دروس كتير بس على طول بترسب بالفحص. ليش؟ ما بعرف. إيه نعم، ساكنين هون. هو مو موجود هلا، أخذ حرمته يشمم الهواء. عنا هواء مو إنه ما عنا، بس هداك الهواء غير شكل. تكرم عينك، بس يجي بخبره أنا. قلي شو بدك منه؟ من الموظفين يعني؟ ما حدا عارف مين كتب التقرير بالمدير السابق؟ ظاهريا عاملين حالهم ما عرفوا، بس باطنيا كلياتهم عرفانين. انت شو عرفك؟ كلياتهم كانوا خايفين مني، واحدهم بس يمرق من جنبي يسلم علي ويحمي ظهره مثل كأني وزير يعني زيها، مو رئيس قرم. لك حتى اللي بحياته ما قال لي مرحبا، اليوم سلم علي. صغري هاك
هات الحلوان. حلوان ايش مرت عمي؟ حدا اتصل؟ هات الحلوان بعدين نسعى. ماما امبارح واعطاك الحلوان، اليوم دورك. راح الحلوان امبارح قصاره، رجعت له نصه. تفضلي مرت عمي، بس بقيها. عينوك مدير. مين اتصل؟ رفيقك وليد. وليد مو رفيقي، وليد مرقوشي بالقلم، شو قال لك؟ قال لي انه شالوه لعباس. ايه؟ وقال لك انه حطوا نديم مدير؟ لا ما قال لي. من غير ما يقولوا مرت عمي، ما ضل حدا غيري هالمره. بركي عينوا وليد هالمره. لك على شو بدهم يعينوه؟ ما عنده قدم بنوب، 3 سنين صار له بس ودرجتين تحت مني، ما ضل حدا غيري. هات 500. ليش ال 500 مرت عمي؟ مو بدك تعمل حفله؟ ايه بالربوه اليوم، اصلا اذا طار المنصب امبارح بيكون من ورا حفله الكشك تبعك. طيب اعطيني حصتي مصاري، انا بطلت روح عليه. ايه لا تروحي مرت عمي. جيبي لي كيس وانا بتحش لك اكلاتك وبجيب لك اياهم معي عيني. معقوله؟ اهدي على راسك هيك صار. لك مثل ما عم اقول لك، طير اول مدير والثاني هلا عم بيطير. لا ما انا ما توقعت لديم حق لهالدرجه. وين رايحه؟ بدي روح بهدله. ما دخلنا يصطفلوا عود. لك مشان المنصب بدي اعوز على الناس كلها. لك شو بدك فيه عود؟ ما بدي اعود. مساء الخير عديل. مساء الخير دكتورة. مساء النور. أهلين أهلين صغري، تفضل. البسوا أواعيكم، أنا عازمكم اليوم على الربوة. شو المناسبة؟ عديل ترفعت صرت مدير فوق. أنا ما بيشرفني روح مع واحد مثلك على الربوة. روح لحالك. نبيل عيب. لحظة، ليش أنا شو بني أخي؟ لك أنت واحد انتهازي وحقير وبلا شرف، ورجيني عرض كتافك. يلا أنا برا برا. لك برا أخي. أنا صرت جاهز. وأنا كمان جاهزة، ما صفي غير الحمراء. حمراء؟ لك الله طعمكم الجمال بالخلقة. بتروحوا بتشتروا قلة الهيبة مشترى. إيه أنت كمل لبسك وما دخلها، صدقني. شرفي مرت عمي. شو جاهزين عديل؟ جاهزين؟ نحن جاهزين، شو هنا اللي بيجوا يسووا؟ ما بدهم يروحوا يصطفلوا. شو؟ معناتها لخبره انا مشان يخبر رفيقه انه ما عاد يشتغل حارس. لك هلا بس نرجع بتخبره، مو ضروري. لا مرت عمي بيكونوا نايمين. خليه خبره مرت عمي مشان يحرق له قلبه اكثر. شو ماني شايف عمي ريبال وينه؟ خليه ما تفوز، اذا راح معنا بيشرشحنا. ليك جبت الكيس مشان تحط لي الاكل العلمي. لك هذا الاولاد صغار، في 3 أبلغ بدهم الشغله، بس المهندس ايمن ما شغلهم مشانك. الحق عليك بالبول، انت الحق عليك، ما كان لازم تدبر له شغل. خليه ما يشتغل ليفرجه الله. دخيلك على اساس مدبرين لي منصب وزير انت وياه. كلها حارس وبالصحراء. لا انا راح شو قلت لك؟ شو قلت لي؟ شو قلت لك؟ بدي شقك عندي شقك. تعسفوا تعسفوا. استاذ نديم، نديم هنا. بدك تردي؟ انا هلا بفرجيك. نديم نديم نايم. نام عليك حيطة. في وينو؟ ليكو نايم جوا ما عم بفيق. تعال معي تعال. صرنا ساعة مفيقه ما فرق. نديم نديم ولا نديم؟ ما في فايدة. أول مرة نقطع قلبه. خلاص أخذت إيده. نديم نديم ولا لا في ولا ما بدعت فيه. ماشي أنا بورجيك. ناطرة عندي البوابة، ناطرة سيت الأحبابي، ناوي ما لاقولي، دغري سلمت قلبي، دغري سلمت. لساتك هون؟ ايه ما بدي يزعل مني من أول يوم. ايه كان فوت افطر وخلي الباب مفتوح، يا ما بيطلع بتشوفه. لا ما بدي افطر، انت فوتي افطري ودعبلي لابني، بدي اياه يطلع لاني مواجهه بخلقته، ما بدي يوجه لي اي ملاحظه. اسف لك، انا فايته افطر يا حالي. فوتي انا بفطر هنيك يا لبني ساده. مرحبا حجاج. لا انا بغسل. شو جاي تبارك لنا الدين؟ لا جاي اشنبي. ليش وعمك؟
مو شغلتك تعرف شو عامل، شوف شغلك. يا لطيف يا لطيف. اللي مثل حكايتي اذا سرق نص مصيبه لانه مو شبعان الخبز، اما نبي شهاده مو سرقه. ما كان شو؟ قلت لك مو شغلتك. صباح الخير ست عفان. اهلين ابو غصن. شو؟ عبستك مو لخير، شو في خير ان شاء الله؟ نبيل موجود؟ ايه بغرفته، روح دق عليه. اهلين ابو غصن خير. بدك تروح معي؟ لوين؟ لوين يعني؟ لعندي. بفهم منك انك جاي تلقي القبض علي يعني؟ مزبوط، طائل لك برغي. طيب شو عامل ما بدي افهم؟ بعدين بتفهم، فوت الاستيابك ولا تحاول تهرب، زارق لك تحت كل شباك شرطي. إيه مالي عامل شي حتى اهرب، اذا بدي احضر معهم البيجامه انا. لا البوس استيابك ما شكل هالشكل، بس انا واجبي نبهك. طيب. احي. شو عامل نبيل ابو غصن؟ ما بقدر اقول لك، انا ماني مخول ست عفرة. ابو غصن في اسرار بيني وبينك شيء؟ بصراحه ما بعرف، جايب بحقه مذكرة توقيف من فوق، وانا شخصيا ما بعرف ليش. ما بتعرف ولا عامل حالك ما بتعرف؟ ما بعرف، في اشاعه قويه انه اكل تقرير طالع من احف راسه. مين مطعميه؟ ما بعرف. ما بتعرف ولا عامل حالك ما بتعرف؟ ما بعرف، بس في اشاعه قويه انه واحد قريب. مين ما بتعرف؟ ما بعرف. ما بتعرف ولا عامل حالك ما بتعرف؟ خلص عفرة، اكثر من هيك ما بقدر لك، فميه لحالك مشان ناخذ حذرنا. في عندك اثنين بيعرفوا يكتبوا، نبيل واحد منهم، مين الثاني؟ نديم. ما قلت شيء انا، ما بعرف ما بعرف، يعني ضروري كل شغله شربك اياها بالمعلقه انا. واريده تقرضوا هالتليفون، شو بيرن هالكني؟ لك ايه ما بدي اسهر، مفتكريني ناحية التليفون. الو. نعم نعم، هون ساكن، شو بدك منه؟ راح هو وحرمته مشوار، اللي شو بدك منه؟ لقله امشي بهدوء لا تهرب، ليك مهما رقدت برقد اكثر منك. لك عمي ميسون رجعي، انت مالك شغل معنا، المغفر مو للمشوار. بدي روح شوف شو في، ما دخلني. ما راح تعرفي لانه انا ما بعرف. بدي عاين لمحامي. اوه المسا بركي بكون عرفت شو القصه، بيجي بخبركم، بركي الشغله ما بتستاهل محامي. خلاص ميسون ارجعي على الغرفه، ما بدي شغل بالي عليك وانا جوا. امشي امشي، خلصتي خلصتي، عايش عشر متشبه. مخبركش على بالك يوم تكتب عني ترارم وعن هيا مجفيها. شو لنبيل؟ الله لا يرده، اللي من ايده الله يزيده. لو طلعت على قليلة سألت ابو غصن ليش قشو. ما بدي اطلع، اللي من ايده الله يزيده، الله لا يرده. اتصل رفيقك وليد. مرت عمي مليون مرة قلت لك، هذا مو رفيقي، هذا مرؤوسي بالقلم. هالمرة انت صرت منقوصه، حطوه مدير. الحقير الحقير، قدر يزبط حاله من امبارح لليوم. بلا لك يا هالإدارة نديم، عمره ما تكون. لا مو بلا ليها، هاتي ورقة وقلم لشوف. شو الحجة هالمرة؟ بدون حجة، مليون شغلة بدبر له. صهري بدي اسألك سؤال. اسألي. بالنسبة لنبيل انت طائق له برغي؟ ايه انا، وكل واحد بده يرفع صوته بوجهي بده يصير فيه هيك. نديم هي وطاوة منك. نزيها احترمي حالك. انت احترم حالك، هذا صهري جوز اختي. ايه صهرك جوز اختك، ما بيحق له يقول عني انتهازي وبلا شرف. غلطان يعني؟ شو قصدك؟ قصدي انتهازي وستين انتهازي، اول مرة مرقناها على اساس انه المدير بيتبرطل، بس هيك تخنتها. ولك انا بحق لي يصير مدير ولا ما بحق لي؟ انا اقدم واحد ولا مو اقدم واحد؟ اقدم واحد بس اغبى واحد، كلياتهم موهوبين اكثر منك. انا غبي نزيها؟ ايه غبي. طيب شو علي؟ بكتب اسمك يا حبيبي على الورق العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. نديم طول بالك شوي، خلينا نتفاهم. لك انت ما تحكي معي بنوع، قلتي ولا لا؟ خير نديم، بعدين شو القصه؟ سد بوزك، ما تحكي ولا كلمه كمان. ماشي ماشي بحبك. سيك امشي. نحلي على الرنين، ما في مصاري. الو العمى انت؟ هلا ببعت حدا بيعرف. وين قلتي لي؟ مخفر البسطه. ماشي انا بتصرف.
مع السلامة. ما بدي ادفع مصاري بالنقافة ارخص. شوية عيب عيب الشارع شوية. لسه ما لحقت تقعد تتغدى، تغدى وبعدين تعال شو بدها. اكيد مشان سهرة نبيل مشغول بال عليه. ايه بتقدر تستنى لبين ما تتغدى. انا شبعت، روحي احكي لي عني وعنك. روحي يعني ما بدها تخليني اقعد معك مثل العالم والخلق؟ لسه ما لحقت ترجع من المناوبة. جورية. نعم. وراء دور. اصلا انت هذا اللي شاطر فيه، وراء دور. اصلا هذا اللي حاريني قلبي، ما بصير. احتي، ثاني مرة غيري لي هالروب ما عاجبني. وين راجع؟ احترامي سيدي. ليش سيدي؟ روح المناوبة للشيخ. حاضر. من هون؟ حاضر. خازوش يا طالع لي انت. شفتوا الموبايل؟ خير عفرة شوفي؟ خلي باب مفتوح مشان الخلوة، تعال هون مشان الإضاءة. ما قلتي لي خير شوفي؟ أخذوا نزيهة من المدرسة. لوين أخذوها؟ على مخفر البسطة. ما لك معارف هنيك؟ إيه رئيس مخفر البسطة أبو هيثم صاحبنا، هلا بحكي معه. تليفونك شغال؟ شغال، بس لازم تحكي معه من المخفر أنت. شو فرقه؟ من المخفر المخابرة ببلاش، هون الدقيقة بربع ليرة. رح تخليني ازعل منك مدام عفرة. لا تزعل، تعال تلفن. يلا. تعال فوت ابو غصن، تعال تعال الفردة الثانية مشان الحلوة. تعال. شوف ابو غصن، رح اقعد هون انا على جنب مشان الرقابة. تلفن. ابو غصن نزيها، اسمع لك اسمع، يستحيل تغلط او تعمل شيء برا الطريقه. بعرف شو ما بعرف ليش. الو، مرحبا، شلونك؟ كيفك ابو هيثم؟ شو؟ كيف بعرفتني؟ انا ابو غصن، ابو غصن عم يحكي معك. أهلين، كيفك أنت؟ أولادك كيفهم والمدام؟ إن شاء الله بخير. إيه الحمد لله، كلهم بخير عندي كمان. دخيل عينك، بدي أسألك سؤال أبو هيثم. في عندكم وحدة موقوفة اسمها نزيهة الجندب؟ لك لا، مو الأجدب، الجندب. إيه فستوكة؟ كتير كتير. ها؟ لا. ها طيب لوين اخذوها؟ ايوه. ولساته ابو حسام هو رئيس المخفر؟ إيه طبعا، صديقنا وصاحبنا. ماشي ماشي، مع السلامه. خلينا نشوفكم ابو هيثم. سلم لي كثير على الاولاد وبوس لي المدام. امانه، مع السلامه. واحد ثاني. شو ابو غصن؟ هلا منتصل. وين اخذوها؟ ياخذوها لمطرح ما ياخذوها، شو المشكله؟ الو، مرحبا، كيفك ابو حسام؟ كيف الاولاد؟ كيف المدام؟ ان شاء الله بخير. ابو غصن، ابو غصن عم يحكي معك. اهلين، كيفك انت والاولاد والمدام؟ الحمد لله، إيه ماشي الحال. ألو، بدي أسألك أبو حسام، صحيح في عندكم وحدة موقوفة اسمها نزيهة الجندب؟ لك مو الأحدب، الجندب. إيه فستوكة، كتير كتير. أيوة أيوة. طيب وما عرفتوا شو عاملة؟ يعني جناية ولا جنعة؟ أها ماشي، خلينا نشوفكم ونتونس بإنسكم. ها، مع السلامة. سلمني كتير على المدام ووسط الأولاد. مع السلامة أبو حسام. شو أبو غصن؟ طمني، قلي. نسيها في الطريق. طالعوها؟ طبعا طالعوها، إذا ما عامله شيء ليش ليحتزوا فيها؟ شو بدهم منها؟ سألوها كام سؤال. بخصوص شو؟ ديروا بالكم يا مدام، في واحد منكم وفيكم عم يدعمكم من هات ورا. ما قال لك مين هذا أبو حسام؟ ما قال لي، بس من غير ما يقول لي. عن اذنك عود ابو غصن، ما بقدر مشان الخلوه.
هيك شو هالخلاصة من هون؟ حجو هذا أنت شو صار معك طول؟ يا طموبيل يا جميل محلاك، من ورا صاحبك أنا سرقك تطبي فيفو حبيبتي. تحمري وتغندري وتبودري. ليش عجوة شوفي؟ شوفوا حبيبتي، انت مو طول عمرك كان حلمك انه حدا يطالعك بالسياره على قاسيو؟ اه حدا عجوة انت. حلمك رح يتحقق، انا رح طالعك. ليش؟ نديم صار مدير؟ لا بس المدير الجديد فرز له سياره خصوصي مشان يتقي شره. ايه بطل يكتبوا تقرير؟ لك كتبوا تقرير وخلاص، من هون لبكره يا بيصير نديم المدير يا اما المدير الجديد بفرز له سيارتين. نزيها طمنيني، وين الحقير؟ عندي أربعة أنو من نوم. في غير الحقير هون؟ رئيس القلم جوازي. وطي صوتك أنا بالأوضة ليقوم يسمعك. سمعتك وخلص، لسه في شي تاني بدك تحكي؟ لك أنت واحد ما بتستحي، لو كنت رجال ما بتعمل هيك بمرتك. هالمرة خففت اللهجة شوي مشان ما تطولي، بس ثاني مرة برشلك بهارات بتروحي مؤبد. لك مو عيب عليك صهري؟ هي مرتك، هي مو غريبة، عيب. بطلك، وأنت مرت عمي، إذا بدي ظل دمك فاير هيك كمان بدي أبعثك رحلة. نديم أنا بمثابة أمك صهري، مو عيب تحكي هالحكيات. أنت لا أمي ولا شي، أمي ما بتنهبني، أنت عطالة والنازلة بتقص مني مصاري. صهري المصاري تكرم عينك، اللي أخذتهم أنا منك هلأ برجع لك ياهم. نديم ضب أغراضك حبيبي ويلا الحال من هون، قاعدة إلك هون ما بقى فيش. شو رأيك بهالحكي مرت عمي؟ اخرسي بسدي حلقك، جوزك هاد لازم تسمعي كلمته يا مقوصة، كوني له أمتن يكن لك يا عبدة. امشي لجوا وليك. لوين؟ بدي ربيكي، رايحة ربي لك ياها صهري. روحي روحي يا أتي إلهي. بارك الله فيك يا مرت عمي، بارك الله. ابني ما بتحبي حالك، ما بدي اعيش معه، ما بدي اعيش معه بعد اللي عمله، حتى لو كتب فيني 100 تقرير ما عاد يهمني. لك بلا حيوانات، بس هدي حالك واسمعيني. ما بدي اسمع شيء، ما بدي اعيش معه، ما بدي اعيش معه. اخرسي بقى، العمى بعيونك، العمى شو دبي، انا عم اقول لك تعيشي معه. بالعكس تحكي علي، بين ما نحن هلا نخلص شغلنا. شغل ايه؟ ان شاء الله ما افتكرتيني رح اتركه هيك يسرح ويمرح، بالعكس بدي كسر له راسه. شو فينا نعمل نحن امي؟ هاتي ورقه وقلم لشوفها. ليش الورقه والقلم؟ بدي حاربه بنفس سلاحه، هذا المقوص ما بيجي الا هيك، ما بدي اياه يحس فيه الا عند التبشيمه. الو نعم، ايه ساكن هون، شو بدك لاقول له؟ نعم؟ لا راح هو مرته مشوار، اللي انا بقول له. شو هالحكي؟ امتى؟ كتر خيرك، الله يزيك الخير يا اخي، شكرا. ممنونه، مع السلامه. خير امي؟ روحي خبري جوزك خليه ينبسط له شوي قبل ما يحس فيه للخازوق اللي انا هلا بدي اطرقه يا. انا؟ ايه انت؟ طار وليد ولا طلع تعييني؟ طلع تعيينك، شبك مزعوج؟ بيني وبينك شغلة بتزعج. طول عمرك ناطرة لهالمناسبة، لازم تكون مبسوط، ليش مزعوج؟ لأني كل الفترة الماضية أنا اللي عم خوف الناس، هلأ إجا دوري خاف منهم. ليش؟ لأنه صار عندي شي ضيعه، هلأ صرت خايف على حالي. مرحبا ست عفراء. أهلاً وسهلاً بأبو غصة. نديم هو؟ خير شو في؟ مطلوب إلقاء القبض عليه، وينه؟ شو أبو غصة، كأني سمعتك عم تذكر اسمي. مثل ما سمعت، انسكر اسمك على لساني. أكيد جاي تبارك لي بالمنصب الجديد. يبدو إنك ما رح تتهنى فيه. وليش بقى؟ في مذكرة توقيف بحقك. والتهمة؟ تضليل العدالة بتقارير كاذبة. طيب في مجال تسمح لي ولو ساعة واحدة بس؟ وليش الساعة؟ بدي اتفتحتي مشان ازاول عملي كمدير، مشان اقول اني يوما ما صرت مدير. ما في مجال، المدير الاولاني رجع وصار مدير. الاولاني الاولاني؟ اي نعم، يلي سلخته اول تقرير وعملت حالك ادمي قدام الناس. اخوي ابو نورس زوم لو سمحت، كمان 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 بس. عجبتكم بهدلتي هيك يعني؟ طفوا هالتلفزيون قبل ما اسلقوا تقرير يطلع من قهف راسكم.